السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي وعزاتي، زملائي وزميلاتي، أهلا وسهلا بحضراتكم وفيديو جديد من فيديوهات العيادة. زي ما أنا قلت لحضراتكم قبل كده إن الهدف من الفيديوهات دي إن إحنا نزود الأويرنس أوف ذا بيدياتريشنز، يعني أزود الوعي لدى دكاترة الأطفال ولدى أمهاتنا لما يلاقوا علامة معينة. هذه العلامة أحيانا علشان قلة الخبرة إنه بيعتقد إن دي حاجة عادية خالص ويتم تشخيصها، أو إنها حاجة بسيطة وهي في الأصل حاجة مهمة وحاجة ممكن تبقى فيري سيريس، حاجة صعبة جدا وقد تؤثر على طفلنا لما يكبر، أو حتى هو دلوقتي بتأثير رهيب جدا وفظيع جدا. الفيديو اللي احنا هنشوفه قدام حضراتكم ده فيديو لبنوتة سنها تقريبا 4 سنوات، وقولوا في صادن كده صحت من النوم عمال تعكز على رجليها وبتمشي المشية اللي حضراتكم شايفينها دي. المشكلة بقى ان البنوتة دي راحت لدكتور اطفال واثنين وثلاثة، يعني بعض الزملاء قالوا لا لا دي حاجة عادية، ممكن تكون اتخبطت، ممكن تبقى في مشاكل في المفاصل او هوت ايفر الوضع ايه، لغاية ما جت بعد 15 يوم لغاية ما جت عندنا وتم تشخيصها بهذه الحلقة. وانا المشية دي اللي حضراتكم شايفينها دي بنسميها هيميبليجيك جيت، يعني طفل حصل له جلطة في المخ عنده وهذه الجلطة ادت الى ضعف نصفي في نص جسمها كله. طيب هل المشكلة ليه لم يتم تشخيص هذه الحالة؟ نتيجة ان كتير جدا من الزملاء او احيانا الامهات لا يعتقدوا ان في ممكن الشلل النصفي يحصل في الاطفال الصغيرين دي، او حدوث الجلطات ممكن يحصل في الاطفال في السن ده. انا بقول لهم بيحصل وبيحصل بكمية مش قليلة، خلاص نتيجة عوامل كتيرة جدا. طبعا المعلوم عند الناس ان الكبار بيحصل لهم نتيجة ضغط زيادة، نتيجة حاجة معينة مثلا كوليسترول عالي، او نتيجة في عوامل خطورة معينة سكر ضغط وات ايفر ممكن تؤدي الى حدوث مثل هذه الجلطات. الاطفال برضو عندهم عوامل خطورة، نقص بروتين معين زي حاجة اسمها بروتين سي بروتين اس، طفل عنده مشكلة في القلب ولم تكتشف، طفل عنده مشكلة في الاوردة اللي هي الكبيرة بتاعة الجسم زي حاجة زي الكاروتيد فينز وهكذا، يعني بعض الاوردة بتاعة المخ او بتاعة الجسم اللي هي الصاعدة الى المخ، وممكن يحصل الكلام ده. طبعا ممكن يحصل الكلام ده. اقول لكم كمان وازيدكم من الشعر بيت، ده لو طفل صغير وعنده مثلا نزلة معوية شديدة، هذه النزلة المعوية الشديدة ممكن تؤدي الى حدوث جلطات في بعض الاحيان اذا لم يتم علاجها بالشكل الكويس والشكل المظبوط. طيب في بعض الامراض عند الاطفال ممكن تؤدي الى حدوث جلطات، زي مثلا بعض الامراض في الكلى، بعض الامراض في الدم، حد عنده نوع من انواع الانيميا التكسيرية ممكن تعمل الكلام ده كله. طب اذا ما حضرتك يا دكتور الاطفال يا زميلنا المحترم، اذا ما شفت طفل بيعمل حاجة زي كده لازم تحوله على طول لاخصائي او استشاري المخ واعصاب الاطفال. طيب لو حضرتك حابب تعالج الحالة دي ماشي مفيش مشكلة، بس في حاجة معينة لازم نعملها له وبسرعة، حاجة بنسميها closed MRI with diffusion، يعني رنين مغناطيسي مغلق مع الصبغة. ده بيكتشف حدوث اي جلطات خلال دقائق ويبدأ نتعامل معها. هل ممكن الطفل ده يخف لو اكتشف بدري؟ طبعا ممكن يخف لو اكتشف بدري كتير جدا، بندخل بأدوية مذيبة للجلطات اللي حضراتكم كلكم عارفينها وبيؤدي الى نتائج، بس اهم حاجة نبقى محافظين على حاجة اسمها الويندو. يعني ايه؟ يعني الفترة ما بين حدوث التشنجات وما بين تشخيص الحالة. وطبعا في بعض الاماكن عندنا الجامعات المحترمة موجودة في مصر وفي القاهرة دلوقتي عندهم تدخلات سريعة عن طريق القسطرة المخية لإذابة الجلطة، والكلام طبعا ده اتنشر دلوقتي على الفيس، ربنا يجازيهم كل خير، تيم محترم جدا واستطاعوا انهم يزيلوا الجلطة والطفل تحول الى طفل سليم 100%. واحنا برضو عندنا في القسم حالة برضو نفس الكلام، تحولت هذه الحالة من ان الطفل كان عنده شلل نصفي ولكن هذا الطفل كان عنده حاجة تانية، كان عنده خراج أدى، كان عنده سيلولايتس، يعني كان عنده التهاب في العين، وهعرضها لحضراتكم في فيديو آخر. وهذا الالتهاب في العين أدى إلى حدوث إمبايما، يعني نوع من أنواع
الصديد او الخراريج في المخ واثر على ناحيه من ناحيه الجسم، والحمد لله استطعنا تشخيص الحاله واتعمل لها درينج عن طريق الانف والاذن، والبنوته رجعت تمشي بشكل طبيعي جدا جدا. اذا اهميه هذه الحالات يا اخوانا، اذا ما لقيت اي ضعف، اي مثلا مشكله عند الطفل ريجاردنج الحركه، لو سمحت تعرف انها مهمه جدا جدا وتحولها الى دكتور مخ واعصاب الاطفال او مستشفى فيها وحده مخ واعصاب أطفال تقدر تناجز هذه الحالة ويؤدي مناجزتها في الوقت المظبوط إلى نتائج هائلة جدا عكس التأخير. التأخير بيؤدي إلى complications، يعني مضاعفات فظيعة جدا جدا. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو نشر هذه الفيديوهات وشير على كل المواقع، والسلام عليكم ورحمة الله.